السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة المحاضرة العاشرة من كورس الإصابات الرياضية والتأهيل البدني اللي احنا بدأناه معاكم أونلاين هنا على قناتنا، واتكلمنا في المحاضرات اللي فاتت على التشريح الوصفي، واتكلمنا على الهيكل العظمي والهيكل العضلي والهيكل العصبي والهيكل المفصلي للجسم، واتكلمنا كمان على أساسيات ومبادئ الإصابات، واتكلمنا ازاي نعمل اختبار للإصابة، واتكلمنا على العلامات الدالة على الإصابة، واتكلمنا كمان على الأسباب العامة لحدوث الإصابة، وخدنا كده أساس ونبذة مختصرة بشكل عام عن الإصابات الرياضية. هنبدأ ندخل بقى في الإصابات الرياضية بشكل أعمق من كده، وهنقسم بقى أو هنتكلم النهاردة في المحاضرة بتاعتنا على أنواع الإصابات الرياضية. وحبيت أن أنا أقسم النقطة دي لجزئين اتنين هنشرحهم معاكم في الكورس بتاعنا. وأول حاجة هي أنواع الإصابات الرياضية بشكل عام اللي احنا هنقسمها لإصابات العضلات وإصابات أو إصابات عضلية وإصابات عظمية وإصابات مفصلية. وكمان حابب أن أنا أزود حاجة بقى، وهي الإصابات الرياضية الأكثر شيوعاً، ودي هنتكلم فيها عن الإصابة بعينها. بمعنى إيه؟ بمعنى دلوقتي إن أنا هتكلم على جميع الإصابات الرياضية اللي بتحصل، زي مثلاً التواء الكاحل، فهكلمك على التواء الكاحل بشكل عام بقى، هنتكلم على الأسباب بتاعته، الوضع التشريحي للكاحل، هنتكلم على الأعراض المصاحبة للإصابة، هنتكلم على الإسعافات الأولية، هنتكلم على البرنامج التأهيلي للإصابة. هنقيس بقى على الإصابة ديت بقى إصابة وتر أكيلس، إصابة خشونة الركبة، إصابة الرباط الصليبي والجانبي، وهنتكلم كمان على غضروف الركبة، وهنتكلم كمان بقى على إصابات العضلة الضمة والأمامية والخلفية، وإصابات الظهر بقى سواء أسفل الظهر أو إصابات الرقبة، وهنتكلم كمان على المرفق، وهنتكلم كمان على الكتف. فكل الإصابات الرياضية هنتكلم عليها بشكل واضح وبشكل بسيط جدا، وهنتكلم بقى من الحاجات اللي هي تهمك انت بقى كاخصائي اصابات رياضيه وتاهيل، ايه هي الحاجات اللي تهمك ديت ان انا دلوقتي لما يحصل لي اصابه ازاي اتعامل معاها، ازاي اعمل له اسعافات اوليه لحد ما يروح المستشفى او يروح للدكتور، او هل هي مش محتاجه الكلام ده كله فلازم انا اتعامل مع الاصابه اول ما تحصل، فانا هعلمك ازاي تتعامل معاها. كمان بقى لما انت مثلا لعيب يجي يشتكي لك من بعض الحاجات كده في مكان محدد، فهقول لك ايه هي الاسباب اللي بتؤدي لحدوث اصابه معينه، او ايه هي الاعراض المصاحبه لوجود اصابه معينه، فده هيساعدك ان انت هتعرف الاصابه دي عباره عن ايه بنسبه كبيره جدا، لان بعض الاصابات طبعا او التشخيص بشكل عام ده دور الطبيب، دور اخصائي او دور الشخص اللي هو متخرج من كلية الطب، مش دورك انت خالص، بس لازم أن تكون انت ملم بالكلام ده، لازم أن تكون انت عارفه لنفسك عشان تقدر ان انت تتعامل بشكل صح في الإسعافات الأولية وفي التثبيت وفي التأهيل والكلام ده كله. فعشان كده هوضح لك الحاجات دي كلها. كمان هنتكلم بقى على ازاي ان انا اعمل برنامج تأهيلي للإصابات ديت، وهكلمك ازاي ان انا ابدأ البرنامج التأهيلي ده من اول ما اللاعب بيتصاب لحد ما اللاعب بيرجع تاني الملعب. فكل حاجة ان شاء الله هنتكلم فيها. فاحنا النهاردة زي ما قلت لك كده هنتكلم على الإصابات الرياضية بشكل عام اللي هي إصابات عضلية وإصابات عظمية وإصابات مفصلية، وطبعا هنقسم الثلاثة دولت لإصابات تانية زي ايه مثلا الإصابات العضلية، او إيه مش تقسيمات بقى، هنقول أنواعها، أنواع الإصابات العضلية زي مثلا كدمة العضلة، وزي الشد العضلي، وزي التمزق العضلي، وزي الالتهاب العضلي، وزي التليف العضلي، وزي الإجهاد او ألم التعب العضلي. وكمان بقى ندخل على الإصابات العظمية، بنقسمها لنوعين وهما إصابة الجزع وبنسميها الالتواء أو الملخ، والإصابة التانية اللي هي طبعا احنا بنتكلم على الإصابات المفصلية، تاني حاجة بقى اللي هي الخلع. تمام، نيجي بقى لتالت نوع من الإصابات وهي إصابات العظام، ودي بنقسمها لاتنين وهي إصابة الكدمة وإصابة الكسر. وطبعا الكسر ده يا جماعه عشان في ناس بتقول لي ان احنا بنقسم الاصابات العظميه لكدمه وشرخ وكسر، فهو الشرخ ده جزء من الكسر فعشان كده بنقسمها لاتنين بس. طيب حد هيسالني دلوقتي هيقول لي طب هل مثلا الاصابات العظميه او اي نوع من انواع الاصابات ليها الانواع اللي انت قلتها دي بس؟ لا طبعا، ليها انواع تانية زي مثلا الاصابات العظام، ممكن يكون انت عندك مرض لا قدر الله، فالمرض ده يؤدي لحدوث اصابه في العظام، ممكن يكون انت عندك ضعف كالسيوم او الكلام ده يؤدي لحدوث اصابه في العظام، وكده برضو العضلات والاربطه والمفاصل والكلام ده. بس انا بكلمك في الاصابات الرياضيه، الحاجه اللي هي انت المفروض متخصص فيها وتكون عارفها. تمام، حاجة غير كده بقى يبقى ده مش دورك انت خالص، ما ينفعش ان انت تتعامل مع الحالات ديت، فعشان كده انا بكلمك في الحاجة اللي هي تخصك بس. لكن في انواع تانية، في انواع تانية للاصابات اللي احنا قسمناها دلوقتي.
ندخل بقى على الإصابات العضلية كده أول حاجة وهنتكلم عنها بالتفصيل، هنتكلم على أنواعها، هنتكلم على الأسباب اللي بتؤدي لحدوث الإصابات دي، وهنتكلم على الأعراض بتاعتها، وإن شاء الله في المحاضرات بقى الجاية هنتكلم كمان على يعني محاضرة الإسعافات الأولية تحديدا. في محاضرة الإسعافات الأولية كده هجيب لك كل إصابة وأكلمك على الإسعافات الأولية بتاعتها، إزاي أتعامل معها كل إصابة، تمام؟ فإحنا النهاردة هنتكلم زي ما قلت لك كده أنواع الإصابات، وهنتكلم على أسبابها وأعراضها. لو أنت بقى محتاج تسألني في أي حاجة من المحاضرات اللي فاتت تقدر تسيبها لي في الكومنتات على الفيديو ده، أو تتواصل معايا وندخل بقى في موضوعنا عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. نيجي بقى للاصابات العضليه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، وقلت لك بنقسمها لكدمات بقى وتمزق عضلي وتقلص والكلام ده كله. طيب انا دلوقتي ازاي اعرف الفرق بينهم؟ ازاي اقدر ان انا اتعامل مع كل اصابه فيهم؟ ازاي ان انا اعرف اعراض كل اصابه فيهم عشان ابدا احدد هل ده تمزق ولا شد ولا تقلص، وبناء انا على كده ابدا ان انا اتعامل بقى في الاسعافات الاوليه. فانت لازم تركز معايا وتتابع المحاضرات من اول محاضرة لاخر محاضرة علشان تقدر تربط بينهم، لان طبعا مش كله بنتكلم عليه في محاضرة واحدة. دلوقتي بقى هنبدأ بكدمة العضلة. كدمة العضلة دي عبارة عن ايه اصلا؟ كدمة العضلة دي عبارة عن ان بيحصل تهتك للانسجة الداخلية في الجسم. طيب الانسجة الداخلية دي تهتكت ليه او بسبب ايه؟ بسبب ان انا حصل لي اصطدام بشكل مباشر، وكمان بيكون بشكل مفاجئ، ما بكونش انا متوقع ان في خبطة هتحصل، فبالتالي بيحصل بشكل بقى قوي وبشكل مباشر، وبتبدأ ان انت على حسب قوة الاصطدام ده بتاخد يعني بنقسمها بقى لدرجات. زي ما قلت لك المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على درجات الاصابة، درجة اولى تانية تالتة، لما احنا قلنا درجة اصابة بسيطة ومتوسطة وجديدة والكلام ده، تمام؟ فاحنا دلوقتي، وبالمناسبة يا جماعة احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت ان الاصابات بشكل عام بنقسمها لاربع درجات، اللي هو بسيطة شديدة، بسيطة ومتوسطة وشديدة وخطيرة، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الاصابات العضلية. فالاصابة الشديدة اللي هي تمزق كامل في العضلة مثلا او كدمة قوية، فمش هبدأ بقى اقول لك اصابة خطيرة، لان هي الاصابة الخطيرة دي بنتكلم عليها مثلا في حالة بلع لسان، الحاجة اللي هي فيها موت، تمام؟ بلع لسان بقى، ارتجاج في المخ، الكلام ده، سكتة قلبية بتاع، فدي برضو نقطة لازم تكون انت واخد بالك منها. نيجي بقى للكدمات تاني. طيب الكدمة ديت ايه هي الاعراض بتاعتها؟ زي ما قلت لك كده ان الاسباب بتاعتها اصطدام بشكل مباشر وبشكل مفاجئ. تاني حاجة مثلا انا عملت حادثة، تمام؟ فالحادثات من الاسباب اللي بتؤدي لحدوث كدمات، حادثة بسيطة كده، حد خبطني ولا حاجة، حاجة بسيطة يعني بيحصل لي كدمات فيها. طيب دلوقتي مثلا في اسباب تانية، في اسباب تانية، انا مثلا ممكن اتخبط مثلا الكرة، ابقى رايح بالكرة وقع مثلا اتخبط في الارض، فممكن يحصل لي كدمة. ممكن مثلا ادخل مثلا في العارضة، كل شيء وارد يعني، فبيحصل لي كدمة، فبتبقى بسبب الادوات والكلام ده كله. طيب ندخل على الاعراض بقى بتاعت الكدمة. اعراض الكدمة يا جماعة هي ان بيحصل نزيف داخلي نتيجة ان حصل تهتك في الانسجة، فبالتالي بيبدأ يحصل ورم. طيب ايه كمان بيحصل؟ كمان ارتشاح بسبب السائل اللي هو الزلال اللي موجود في الدم ده، وكمان بيبدا ان انا احس بالم. يعني مثلا انا دلوقتي حسيت بكدمه هنا، فببدا اول يعني انا حاسس بالم اصلا، فالالم ده بيزيد بقى كل ما ببدا ان انا اضغط على مكان الاصابه، ببدا ان انا احس بالم، تمام؟ ممكن مثلا لو الاصابه في عضلات الرجلين، ممكن مثلا احس بالم لما باجي امشي، وطبعا الالم ده زي ما قلت لك كده بيبقى بناء على درجه الاصابه. في مثلا الدرجه اللي هي البسيطه ما بتعقنيش ان انا اكمل اللعبه، فبالتالي الوجع انا خدت الخبطه حسيت بيها بس كده، وبعد كده رجعت وكملت ومفيش اي حاجه يعني، تمام؟ ده بالنسبة لكدمة العضلات. زي ما قلت لك كده يعني ايه كدمة عضلة؟ اللي هو عبارة عن تهتك في انسجة الجسم. الاسباب بقى اللي بتؤدي لحدوث كدمة العضلة زي ما قلت لك كده، اللي هو التدخل او الاصطدام بشكل مباشر او بشكل غير مباشر، وكمان بقى زي ما قلت لك كده الاعراض بقى بتاعتها طبعا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، اللي هو احنا اتكلمنا فيها بقى سواء عن طريق الزميل او المنافس او حادثة او اتخبطت في اداء او الكلام ده كله. نيجي بقى للاعراض اللي انا زي ما قلت لك كده، ورم والم وتغير في لون الجلد وارتشاح، تمام؟ دي بالنسبه للكدمات. نيجي بقى كده لتاني نوع من انواع الاصابات العضليه، وهو الشد العضلي. الشد العضلي ده بيحصل ازاي او بيحصل نتيجه ايه او الكلام ده كله؟ الشد العضلي يا جماعه هو عباره عن استطاله في جزء صغير او نسبه صغيره من الالياف المكونه للعضله، تمام؟ طب بيحصل بسبب ايه او نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه ان بيحصل شد
اعلى او اقوى او اكبر من مطاطيه ومرونه العضله، فبالتالي بيبدا يحصل شد. طيب ايه هي بقى الاسباب اللي بتخلي ان انا، او ايه هي الاسباب والحاجات اللي انا باجي اعملها بيحصل بقى فيها شد والاستطاله ومرونه اعلى من قدره العضله؟ عندي اول حاجه وهي الاحماء، تمام؟ عندي الاحماء، عدم الاحماء، ان انا ما بعملش احماء بشكل كويس، تمام؟ لازم ان انا اعمل تهيئه لعضلات الجسم قبل ما اعمل نشاط. يعني مثلا انا دلوقتي عندي تمرين، لازم ان انا اهيئ عضلات جسمي للنشاط المبذول ده علشان العضله ما تتفاجئش مني، وعشان كمان ما يبداش يحصل مطاطيه بشكل اكبر من قدره العضله، فبالتالي بيحصل اصابه. فعشان كده لازم اهيئ واسخن العضله بشكل كويس قبل التمرين او قبل الماتشات، وده طبعا بنقسمه ضمن جانب الاحماء او التسخين. نيجي بقى لتاني نقطة وهي معانا يعني لما بتيجي كده تعمل مجهود عضلي زيادة عن اللزوم، تمام؟ يعني انا عندي العضلة بتاعتي ليها قدرة محددة، تمام؟ فانا لما باجي اعمل مجهود عضلي اعلى من قدرة العضلة بتاعتي، بالتالي بيبدأ يحصل شد كده في جزء بسيط من الياف العضلة، الياف المكونة العضلة، بيبدأ يحصل فيها شد بسيط نتيجة ان انا بعمل مجهود عالي جدا وانا عضلتي ما تستحملش الكلام ده. نيجي بقى لتالت سبب من الاسباب اللي بتأدي للشد العضلي، وهو رفع الحمل التدريبي، تمام؟ ولو جينا ربطنا كده المحاضرة بتاعة الاسباب العامة لحدوث الاصابات، هتلاقيني قلت لك في المحاضرة ديت ان من الاسباب العامة هي ان اللاعب بيكون لسه راجع من فترة التوقف، فبتيجي تعمل وحدة تدريبية، فبالتالي اللاعب بيتصاب. طب ليه بيتصاب؟ لان انت هو اللاعب راجع من فترة راحة في بداية مثلا، او عندك فترة اعداد، فانت اديته حمل عالي، فالحمل العالي ده سبب له اجهاد وسبب له اصابة، تمام؟ فانا عايزك كمان تربط بقى المحاضرة ديت لما نيجي نتكلم بقى في التقلص العضلي، هتلاقي ان برضو من اسباب حدوث التقلص هو الاجهاد او هو التمرين او الحمل العالي ده.